السلام عليكم، شكم شباب؟ ان شاء الله بخيركم على راقي من قناه دراجون فندا. شكم حلقه جديده. طبعا اليوم راح نلعب لعبه كلاش رويال، وحتكون هاي اللعبه سلسله ان شاء الله مثل كلاس اوف كلانس. بكل اسبوع يمكن حلقه، وراح نحكي فيها شغلات كلش حلوه ومميزه بهذه اللعبه، وشنو الشغلات اللي بهاي اللعبه السلبيه او ايجابيه. واكو شغله سلبيه جدا مزعجه انا ما عجبتني باللعبه، لكن اللعبه حلوه. لا راح نتكلم بهذا الشيء السلبي بعد قليل. بالنسبه للصناديق، طبعا عندك صندوق مجاني ينفتح كل ثلاث ساعات، يمكن كل ساعه ونص عفوا اذا ما غلطان. وعندك ايضا صندوق التاج اللي هو بالنجوم، تفوز على واحد عدو تقدر تاخذ التاج، يسمونه احنا هو بهاي اللعبه تاج بس بكلاش كلانس يسمونه نجوم. وايضا عندك صناديق، اربع صناديق بس تقدر يعني تخلي عمك صندوق سيلفر او صندوق ذهبي، وكل ما يكون الصندوق اعلى حجما وثمنا يكون بشغلات نادره. يعني شوف هذا الصندوق ب 10 بطاقات نادره، هذا ب 8 نادره وواحده ممتازه، هاي احسن شيء، وهذا ب 48 نادره و8 ممتاز. هذه الشغله السلبيه اللي انا نهائيا ما عجبتني باللعبه. شباب طبعا هذه اللعبه للاسف الشديد شركه سوبر سيل طبعا صاروا جدا جشعين الى درجه، يعني اللعبه هذه صارت من البدايه يصير الواحد ضدك اقوى منك. حتقولوا لي لا مو هو حيختار لك نفس الليفل وما اعرف شنو، لا ما يفيد. حتى لو اختار لك نفس الليفل هو يقدر من اول ليفل واحد يقدر يشتري شو اسمه الصناديق ذني وينتصر عليك. فارجع اقول لكم هاي شغله جدا ما حلوه ما عجبتني باللعبه، انه مو لان تسرع البروسيس مثل ما يقول، مو تسرع عمليه اللعب ماتك باللعبه او تسرع الجنود او تسرع مثلا مستواك، لا هاي تعطيك افضليه تكون انت اقوى من اللاعبين العاديين. بدليل يعني اذا انا هسه عندي 2100 جوهره راح احصل 8 بطاقات ممتازه و48 نادره، وانتو شو تحصلوا من بطاقات عاديه وانت وحظك اذا حصلت بطاقه بها خيار. هاي شغله جدا ما عجبتني باللعبه بصراحه، لكن شو نسوي، اللعبه حلوه ولازم نتونس بيها، واللي عنده فلوس انت خلاص انعلست. طبعا اللعبه بيها عده ارينات مثل ما يقولون، عندك ارينه اللي يسموها معسكر التدريب، احنا بالانجليزي نقول ارينا معسكر التدريب. عندك بيها هاي الشغلات المفتوحه قدامك، هاي البطاقات اللي هو السهام والمفجر ورماء والحلوات وهذا ابو شوارب، وعندك هاي الفارس الاخو البنفسجيه، وهذا الضلع السمين وابن التنين الصغير، عفوا ابن التنين. وهذا الفارس يعني بصراحه بعضهم نادر ما ينفتح له وبعضهم لا ينفتح، انا طلع لي من اول يوم الحمد لله، بس هذا بعد فتره يقول ما يفيدك لان اكو فيك يقدرون يكتلوا بيه بسرعه. طبعا اكو تكتيكات باللعبه نرجع لها بعدين. عندكم الساحه الثانيه ايضا هاي شغلات مفتوحه، عندكم عندك هاي الخانه، هاي طبعا هاي البطاقه كلش عجبتني، هي والبطاقه مال القبر مال الهياكل العظميه احنا نحكي بها بعدين. طبعا بعد ما توصل 400 تصعد ايضا ساحه ثانيه للحرب، وتنفتح لك بطاقه اخرى بطاقات اخرى، وايضا يطلع لك ناس اعلى، والبربري هم ساحه ثالثه، والساحه البيكا، وبعدين التعويذه وورشه البناء، واخر شيء وملكيه، واخر شيء هي الاسطوريه. طبعا بالفلوس تقدر كل شيء تسوي وصرت احسن واحد، هاي الشغله كلش ما عجبتني اعيدها واكرر. عفوا نرجع ونقول اللعبه، طبعا اللعبه عندك تكتيكات وايد تقدر تلعبها. هسه مثلا اني خل اوريك البطاقات اللي دا استعملها بالنسبه لي. اللعبه اللي هي شيء حلو تقدر تتحدى واحد مباشره، يمكن تقدر تلعب وياه هو نفسه وتحاربه. يعني مثلا انت هسه يمكن اتحدى صديقي وبعث له السلام وتحياتي امين حسين، وايضا صديقي احمد اديب وامين حسين والانباري والشباب الباقيين الاخرين بعثهم كلهم تحياتي. دول الولد ايضا راح اتحداهم كلهم واحد واحد ان شاء الله، ويمكن اتحدى الشايب ويعني وباقي الكومنتريه بعثهم تحياتي لهم. فنسوي تحديات شغلات حلوه وايضا عقاب، يعني نسوي شغلات تونس ونسوي تغيير. نرجع البطاقات، طبعا عندك كل بطاقه لها مميزاتها، وكل بطاقه لها نقطه ضعف ونقطه قوه. يعني مثلا عندك كائنات المينيون، كائنات المينيون انا اشوفها ضعيفه لكن بنفس الوقت قويه. تفيدك بشنو؟ لما يهاجموك، لما يهاجمك وحش قوي وهو يهجم بس على الارضي اللي هو مثلا هذا اذا هجم ما راح يضرب الكائنات الطائره، فتقدر تهجم عليه بالمليون وتقتلوه. مع العلم دمه هواي، لكن عندك افضليه بالكائنات الطائره هاي المينيون
الذبان احنا نسميه، او عندك مثلا هياكل عظميه، صحيح الدمج مالتها قليل والاصابه مالتها قليله ودمها قليل اقصد، لكن الشيء الحلو بها انه مستواها كلش قليل، يعني ما اكساير واحد بس، وبنفس الوقت ينزل لك اربع جنود، يعني اذا مثلا يهجمون على القلعه مالتك والملك راح يطهروا الملك راح يطهروا قتلوا فراح يفيدوك ويخففون الوقت واحتمال يقضون على اللي يعني، فانت لا تستهين بالضعيف. وايضا عندك هذا الشيء حلو كلش، هذا المبنى ما يخليك بعد تصرف اكساير، بس تخليه هو يقوم ينزل كل شويه، بس يستمر اعتقد 40 ثانيه بس، ويجوز بالتطوير يطول وقت اطول شويه. عندك هذا برج القنبله، هذا واحد لابس نظارات يشوف قراول من فوق، ايضا شو اسمه يبقى ما يطول وقت طويل، يمكن دقيقه بس، ذاك ايش قلت انا قلت عليه اي مده الحياه دقيقه واحده بس، عفوا دقيقه واحده بس، هذا المبنى يبقى واقف، وهذا مدى الحياة 40 صح. يعني هاي الشغلات أنا أستعملها، وأيضا هذا مثلا ما تقدر تستعمله، هذا مفجر يعني مفجر ضخم كبير، الشيء الحلو بيبقى يضرب يضرب ويروح هناك يفجر، بس العيب اللي بي إذا ينزلوا له جند صغير يلتهي بي ويجون غير ناس يقتلوه، فصحيح يعني يصير كل ما يكبر حجمه يصير قوي، لكن بنفس الوقت نقطة ضعف إذا يصيرون الكثرة، يعني إذا نزل له هواي هياكل عظمية أو جنود من هذا الصغار أو الغول أو شغلات يلتهي بيهم وينزل قنبلة وتضيع الفرصة يعني. فأنت حسب تكتيكاتك، وهاي شغلات ما تقدر تتعلمها بس بالمقاطع فيديو، لازم استمرارية. عندك هاي الشغلات، أنا الأرشر مدى أهضمهم بصراحة، أبو شوارب مدى يعجبني لأن بس ديمشط، هذا الغول ما أدري شنو توفيق الدقن، هذا ممثل مصري ما أدري شنو، بس يعني في دوق يعني دمهم قليل، هذا زين يروح قبل دايركت على المباني، يعني يفيد بهالشغلات، لكن ثقيل ويعني إذا تنزل دمج قوي ينعلش. هاي الورقة كلش عجبتني يعني بصراحة، البالون لكن دمه شوية قليل بصراحة، دمه قليل بسرعة يفشو. هاي الكهربان ما دا استعمل، ما عجبتني يعني، داخل اكسار هواية وبنفس الوقت يعني مو كلش يعني تدمر، بس عجبني اكثر شيء الهيكل العظمي. هذول يفيدوك هم عاجبين، هذا رهيب، هذا حلو عاجبني، مو هو حلو يعني، اقصد عاجبني اسلوبه وطريقه اللعب اللي يستعملها. هواي شغله شباب ما اقدر اشرحها بحلقه واحده، بس يعني ان شاء الله حلقات الاخرى ايضا نكمل لكم، ايضا تقدر تخلي اكثر من باك هنا، يعني شغلات هواي تقدر يعني مجموعه حربيه، خلينا نجرب ونحارب، وما اقدر اوعدكم افوز لكن نسوي تكتيك، وخلينا نشوف العدو الامام ايش راح يصير. واول شيء نتمنى لحظ موفق، حظا موفقا يا ايها الحلو، وسنبدا الحرب. طبعا نزل اول شيء، نزل هذولا، شكرا. اوكي هسه شوي ننتظر، ما دام نزل هناك انا انتظره يصرف شويه، نزل هذا هناك ونزله شويه هذولا حتى يلتهي بالمنيون بالكيت. شوفوا هذا شفت خايف منه، اي لا التهبي خرب هبل، نزله بيت، اي نعلس شوف هاي وقت الاسهم، هذا اللي تشتان مخطط لبعه، بس يوصل هناك علق القنبله قريبه من المبنى، شوف ايش قد راح يدمج راح يصير. هذا انا رته نزله بعد هنا، حلو. هسه راح يصيرون قريبين حتى كل شوي يرسبنون. هذا المعاجبني انا الجندي، شوفه قوي كلش ملعون. وهاي شو اسمها ميري البنيه قويه كلش. هسه باع نزل لي مبنى حتى يلتون بالمبنى، ومو على مود ينزل الجنود، بس على مود شنو؟ عارف ايش يسوي، عارف مو مشكله، يلا خلي ما يخاف، خلي ينعلسون. هاي وقتها جت، شوفوا جت وقتها، هذا اللي انا ردته، يلا مو مشكله خلي هسه راح ارقعه بنار. لا استعجلت، هاي غلطت، شوفوا الطيور الذبان يفيد ويا هاي البنيه، ليش؟ يدمجوها قبل ما توصل وتأذيني، تأذي المباني مالتي.
نزل له بعد شو اسمه نسوي ضخ 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 عليه نخنقه نخنقه نخنق ما نعطيه مجال. اي هذا ناري ثاني فوتوا فوت 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 فوت. اوه بعش نزل لي اعرف دي يسوي هيك هو من هسه انا اعرف ايش راح اسوي له. يلا قصفه. لا 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 مخش شغله غلطت غلطت. يلا بعدين نزل لي تم تطهيري. هي هاي اللعبة لوت وضخ قوي 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 لو تخسر من علست. اوكي لا ابدا لا حق لا اريد هذا التاج واحد. اوكي شباب بدينا اللعب. طبعا عندنا نقدر نخلي هاي الشغلات مثلا العلامات نقول مثلا تحيه نقول له خلينا نقول له حظ موفق نحمسه شويه. ويلي دخل لي حامي هذا كلش. لا لا ما عرفتك. لا 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 دخلت لي حيل حامي. يلا مو مشكله مو مشكله ودخل لي حامي مو مشكله. نزل جنود جنود يا صغار عمود يخففون من شو اسمه. اوكي هسه نزل له هذا القبر. لا 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 طهروه طهروه يا ملاعين الوالدين. هذول السلاحف النينجا طهروه خرب منه. هو انت لازم تسوي ضخم يعني تسوي شلون بوش بوش تحشرهم حشره من تحشرهم حشره بعد تلاص عليهم بعد ما يعرف شو يسوي. يدخلوا دخلوا له همج 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 طبوا له الهمج. يلا دخلوا له همج ولدي الهمج دي طبوا له خرب انه. لا ولك فلشهم. يلا نزل لك غيرهم صدق شي بس. والله ما اعطيك مجال والله ادمرك تدمر. ها طلع مجال طلع مجال هو صار يا مزعج جورك اليوم. ذبحني بذول الهياكل. طهروه 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 طهروه. هسه ادخله بالثقيل اعطوه له ثقيل. او انزل له قبر يمه عمود شنو يشعلون اهله. هجموا 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 هجموا. هذا الضخ اللي انا اقلكم عليه لا تطو مجال ابد. نعلي والدي. هاي خلاص بس انا اجيب ثلاث نجوم اريد. جا طهرته والله حرام. جا جبت ثلاث نجوم. اوكي شباب طبعا هاي جبنا نجمه. قبل شوي هم لعبت وخسرت بس قلت يلا مو مشكله لان يعني ابين شغله. هاي اللعبة خسارة وفوز وايضا تكتيك وطريقة وهي بعدها جديدة يعني. فاللي يجي اللي يقول لكم انا افهم بها كل شيء وتعلمت بها كل شيء يقول لك كذاب بعدك شو عليك يعني كيفك هسه تو نزلت. فهم يراد له تكتيك وتعرف شو وقت تنزل. مرات تنزل المبنى اللي قدام اللي ورا هذا هم ياثر هواية بصراحة يعني هواية ياثر اذا تخلي المبنى اللي قدام اللي ورا مثلا اما ياخرهم او يقلل دمهم. شوف انا حيل تاخرت
هاي غلطت غلطة كلش قوية. مثل على شنو يا مال دروب؟ بس دا يطهرون الذبان. شوف ما يقدر يسوي لهم شيء. هاي الذبان هاي الرمية الصحيحة. خلي مو مشكلة الذبان ما يفيد. هذول بس شوف قاعد يشتغلون ذولاك. انا اشتغل على جهتي منه ومنه. هذا اللي اقصد عليه يعني الفرص. حاول تحتل يعني مو تحتل بس يعني تستغل الفرص. اقصد عفوا يلا خلي روح هذا اللي اريده. هذا اللي روح ابو شيل البرميل مالتك وركض لهم. يلا بني كسر حيطلعوا له ارباح حلوين يطهروا. انا هذا كان تخطيط من البدايه. لا 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 بس دمجته حيل. لا انا غلطت نزلت يعني مكانات غلط والوقت راح عليه. استغل فرصه قام يضخ عليه هجمات. مشكله لحق له لك وين رايح به هذا؟ يلا مو مشكلة هسه راح اسوي له ضخ عليه ضخ قوي كلش. خليه يلتون بهذا المبنى بينما يطلع له. باع اللي ينزل اللي يضغط عليه. لا كل شوية فارس ادري ما خلصوا الفرسان. ابني المعفن تعادل. هاي شغلة يعني حظا موفقا. شكرا أداءك جيد بس أبكي. هاي كانت نهاية الحلقة لهذا اليوم يا شباب يا أعزائي. طبعا بيها هواي شغلات واي فيها كانت تقدرون لازم يعني حسب طريقتك أنت تشوف الورقة تناسبك اللي ترتب وياك. وإن شاء الله مرور الوقت راح يعني أحاول أبني عليها بعض أفكار وأبني عليها بعض التكتيكات عشان واحد يقدر يلعب وتفهم واحد يفهم الأوراق لأن بعد جديدة اللعبة يعني. يوم تكتشف شيء باشر يشوفون في شيء ضدك. وهي اللعبة أيضا مسويها بشكل موازنة. عندك ورقة قوية بس عندها نقطة ضعف في مكان ما. مثل العملاق قوي بس الذبان يقتلوه. مع العلم الذبان أقل شيء. ليش؟ لأنه ما يقدر يقتل الذبان. هذا الشيء. هاي كل ما في الأمر. إن شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم على بعض وعلى مقاطع 2011. مع السلامة. باي.